اهلا وسهلا بكم. فيديو جديد وشرح جديد لاول مره يشوف القناه. ما تنساش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس، هكذا بيوصل كل جديد على قناتي. واللي مشتركين في القناه نقول لكم مرحبا بكم، قناتكم. راجعوا على قناتي، راح تلقوا العديد من الفيديوهات اللي راح تنفعكم بزاف في المراجعه للفروض والامتحانات. كاين سنه اولى متوسط، كاين سنه ثانيه متوسط، وكاين سنه رابعه متوسط. كاين العديد من الفيديوهات اللي راح تعاونكم في المراجعه، وان شاء الله تحصلوا على احسن نتائج. راح تلقاو ملخصات دروس، راح تلقاو شرح دروس، راح تلقاو تمارين، راح تلقاو الحلول تاع المواضيع. بزاف مواضيع راني مداير لهم الحل في قناتي، كاين بزاف فيديوهات. ادخلوا فقط للقناه وروحوا لقسم فيديوهات وراح تلقاو الكامل الفيديوهات. ادخلوا شوفوهم، راح يعاونوكم بزاف في المراجعة. اليوم راح نشوفوا هذه jobs and occupations، يعني المهن. اوكي، المهن jobs هي نفسها occupations. jobs مهن، occupations يعني العمل ولا المهن نفس الشيء. عندنا job، كي تلقاو ديما job ديروا شرح تاعها occupation. اوكي، هنا عندنا مجموعة من الكلمات ومجموعة من الصور. هنا هذه الكلمات راح نرتبوهم للحصول على جمل مفيدة ولا جملة صحيحة. اوكي، نقرأ الكلمات اولا. شيف، شيف هو طباخ. اوكي، شيف، عندنا شيف، هنا شيف طباخ. عندنا الـ is she، هنا نقطة. اوكي، فول ستوب. كيف راح نرتبوا الكلمة هذه؟ كيف راح نرتبوا الكلمات هذو؟ كانت تحصلوا على جملة. واش نقولوا؟ نبداو بشي. اوكي، شي، واش نزيدوا؟ شي از ا شيف. شي از ا شيف، هي طباخة. اوكي، شي از ا شيف. officer، officer هو ضابط، ضابط شرطة. اوكي، want، يريد، لا اريد. I، انا، ضمير I، ضمير انا. be، اكون، verb to be، verb be، يكون ولا اكون. a، police، شرطة، هنا officer ضابط. to، نو فول ستوب، هذه راح تكون اكيد في الاخير. واش نبداو؟ نبداو بالضمير اي، اللي هو عندنا اي. اي، انا، وانت، اريد. اي وانت تو، انا اريد ان، تو بي، ان اكون ماذا؟ ا بوليس اوفيسر، ا بوليس اوفيسر. أنا أريد أن أكون، ولا أنا أود أن أكون ضابط شرطة. أوكي، هذا هي الترتيب تاع هذه الكلمات. زيدو مام، مام هي الأم. جادج، جادج قاضي ولا قاضية، كما لهنا في الصورة قاضية. أوكي، ماي يعني حاجة ملكي. إيز. أوكي، راح نقولو my mom، my mom أمي. okay، my mom is verb to be، is صرف هنا مع my mom هي she. okay، هي my mom is a judge، أمي قاضية. okay، a he builder is، هنا full stop. دو he، هو، he builder، بناء. he is a builder، رتبوها بهذا الشكل. هنا جملة صحيحة، he is a builder، هو بناء. is brother a firefighter، firefighter هو نفسها fireman. اوكي، يعني رجل اطفاء. my، واش رايكم هنا؟ واش راح تكون الجمله؟ راح نقولوا my brother is a fireman.
My brother is a fireman. يعني أخي يكون رجل إطفاء. نقولوا My brother is a firefighter. A firefighter. My brother is a firefighter. My brother يعني أخي رجل إطفاء. هنا شكون لها المهنة هذه؟ The doctor. Okay. B I to doctor want a. نفس هذه الجملة. شكون هنا يا؟ هذه قلنا I want to be a police officer. في الأخير نحط نقطة. هنا وش نقول؟ The I want to be a doctor. أنا أريد أن أكون طبيب. I want to be a doctor. I want to be a doctor. I want to be a doctor. Sister, أخت, waitress, يعني نادلة في مطعم, waitress. My is a, هذه على بالي عرفتوها, هنقولوا My sister is a waitress. أختي تكون نادلة. My sister is a waitress. My sister is a waitress. Farmer, he is a farmer. Farmer, فلاح ولا مزارع. وش راح نقوله؟ دو بي دمير. He is a farmer. Okay, he is a farmer. هو مزارع. هادو كانت هذه ال هنا نشوفوا المهن هذه نعاودوها مع بعض. هنقولوا هنايا هذه شيف, شيف طباخ. officer ضابط شرطة, officer police officer ضابط شرطة. judge, judge يا قاضي ولا قاضية. builder, builder و بناء. firefighter, firefighter هو ال هو رجل الإطفاء. دكتور, دكتور هي هو طبيب ولا طبيبة نفس الشيء. waitress, waitress هي نادلة. أوكي يعني خادمة في مطعم. waitress. كي يرد خادم نقولو waiter, waiter. farmer, farmer هو مزارع. وهنا نكون وصلنا لآخر الفيديو تاعنا, لآخر تاع الفيديو تاعنا. نتمنى أنكم استفدتوا. راجعوا مليح راح تحصلوا على أحسن نتائج. راجعوا على قناتي. تلقاو في فيديو آخر إن شاء الله. نقولكم سلام.